عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شهد الحق. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عاكة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر، يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حالة بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى لكن ما أحسن. أنى له الذكرى، قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.